اللهم إن هذا المرض جند من جنودك، تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. سلام احباب، معكم الكوتش سكينة، فيديو جديد ان شاء الله. اليوم هذا الفيديو بعيد على الرياضة. هذا الفيديو اليوم ان شاء الله خصيصا الفيروس كورونا، باش نهضروا عليه شوية وتكون عندنا تحاور بيني وبين الناس اللي عزاز عليا واللي داخلين عندي في الفيديو، اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي، اللي مابونين عندي. كنتمنى من الله يتاخذوا هذا الامر بجديه وبصرامه، لان الموضوع خطر علينا وعلى الابناء ديالنا وعلى الامهات والاباء ديالنا وعلى انفسنا كذلك. وإلا كنتي كتبغيني، ابتسامه في وجهي تكفيني، لا داعي للبوسان والتسلام وداكشي غير هاد الايام، بما ترجع الاحوال الى مجاريها وان شاء الله يرجع الامر عادي وان شاء الله نتجمعوا. دابا كنتمنى حتى من العائلات وداكشي ما يبقاوش يتجمعوا، لان هادي راه ماشي عطله، ماشي شي حاجه، يعني بنادم كل واحد خصو يشد الدار ديالو ويشد الوليدات ديالو واي حاجه خصاتو يخرج الا للضروره، ماشي كل مره خارج نشوف الناس اللي خارجين، نشوف شحال من واحد خارج، نشوف لا، شد دارك وشد وليداتك وخليك في مساحه الامان ديالك. وبالنسبه للخوت، بغيت نشير لواحد النقطه اللي ما عجبتنيش، حيت حنا صافي وقفنا من الضحك وقفنا من هاد المهزله اللي دايرين بالنسبه لدوك الناس اللي كيرميو فيديوهات كيضحكوا فيهم، هذا طايح هنا، هذا طايح هنا، هادي راه ماشي تفليه، راه كتخلعوا الناس، راه كاين الناس اللي يعني عندهم اكتئاب ولا هادي كتزيدوا عليهم، يعني راه صافي وقفوا من هاد الضحك وقفوا من هاد اللعب، سالات وقت الضحك، سالا وقت اللعب. نوضي الا ما كنتي ما كتصليش، توضى وصلي وعرف بينك وبين الله وخلي التفاهات حتى المنبع. وبالنسبه للخوت، لدوك الناس اللي في داكشي ديال التجاره، يعني كتكون الحاجه بثمن بسيط، ملي كتجي شي فرصه كيغتالموا اي فرصه كانت وكيزيدوا في الاسعار ديال داكشي ديال المبيعات. حشومه الخوت، راه بنادم كاين اللي فقير ما عندوش، راه خصك تقدر بين هذا وبين هذا، راه كاين اللي فقير ما لقاش حتى باش يشري حتى درهم ديال الملحه، باش غتزيد عليه انت الاسعار؟ راه هو اصلا متضرر وزديه نتايا من فوق هذاك الشيء. كنتمنى الخوت كلشي يكون متضامن وكلشي يكون يد في يد، باش نكون تكون البلاد غدا مزيان ونكونوا حنا في امان. وشكرا بزاف لكم، وشكرا على المتابعه ديالكم، خليكم ديما معايا، ومازال جديد ان شاء الله، ومازال الفيديوهات، وكنتمنى من هنا لقدام يكونوا فيديوهات على الرياضه داخل في اطار الرياضه، حيت انا هذه القناه درتها خصيصا للرياضه، ولكن ملي كنشوف شي حاله ولا شي حاجه ضراتني يعني كنوض نهضر عليها. وشكرا بزاف 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 لكم. كي يزول الالم سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم، فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم، لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم، سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم، هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم، فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم، يا نجوم السماء يا عبائق النسم، يا سحائب الرجا يا
الألم يا رعود الشتاء يا جميع الألم اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.